وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مريم صلاح الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. تابعتي ربما بيان وزارة الخارجية بدعم الدولة المصرية لموقف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. إذن خطوة دبلوماسية مهمة وشديدة الخطورة الحقيقة تضاف إلى سجل الدولة المصرية على المستوى الدبلوماسي، وهي طبعا اعتزام مصر دعم جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات الجانب الإسرائيلي بحق المدنيين في رفح وأيضا في قطاع غزة. تحرك دبلوماسي مهم جدا، تابعتيه ازاي؟ من وجهة نظري ان التوقيت كمان مهم قوي، يعني ان مصر حاليا بتنضم للدعوة في الوقت الحالي، ده بيجي في اطار تفاقم الأزمة الإنسانية اللي حصل حاليا في قطاع غزة بشكل عام، وزي ما حضرتك ذكرتي في رفح بشكل خاص، وده بيأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة منذ بداية الأزمة، وأيضا في الحقيقة هو بيعكس أيضا تحرك مصر على أصعدة مختلفة، يعني صعيد الدبلوماسي وصعيد السياسي. يعني كنا بنتابع طول الفترة اللي فاتت جهود مصر المستمرة والمتطورة على في مسار المفاوضات، وايضا حاليا مصر بتتطور ايضا على صعيد الصعيد القانوني وصعيد دعم القضيه الفلسطينيه في المحافل الدوليه، واللي هي في الحقيقه هي مش لاول مره، لا يعني احنا لو احنا بس نتكلم عن الفتره من بدايه الازمه، فمصر شاركت كذا مره في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المنتهك حقه أو منتهك كافة حقوقه عفوا في ظل الحرب الجارية، زي مثلا ما مصر قدمت رأيها الاستشاري واحنا شفناه في محكمة العدل الدولية، واللي في الحقيقة قدمت يعني مرافعتها كانت من أقوى المرافعات اللي كانت موجودة في الوقت ده، أو في الرأي الاستشاري اللي طلبته المحكمة من الدول. قدمت مصر مرافعة تاريخية ودعت للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وقدمت بالأدلة الموثقة والقوية كيف تم انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا يعني مصر طول الوقت بتنادي به بالحفاظ على يعني او منع انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني. وغير كده كمان يعني احنا مش بس في محكمه العدل الدوليه، مصر ايضا شاركت في مجلس الامن، احنا بنشوف ان مثلا الجلسه اللي هي متعلقه بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه، ف مصر شاركت في الجلسه الاولى اللي هي كانت في 1 مايو، وبعدين كانت في ابريل، وبعدين الجمعيه العامه لما عقدت في بدايه مايو، وبعدين الجلسه بتاعت اول امبارح، كل ده مصر شاركت فيه بمداخلات قويه في الحقيقه. وغير كده كمان ان يعني لو احنا جينا اتكلمنا عن الجانب الانساني، مصر بتدعم الشعب الفلسطيني منذ بدايه الازمه ب يعني وفقا لاخر التقديرات، فمصر قدمت 87% من المساعدات المقدمه لغزه. ايضا في ظل العراقيل اللي احنا بنشهدها الايام دي في توصيل المساعدات، يعني العربات والشاحنات واصنام المساعدات ما زالت منتظره ان المعبر يعني المعبر يتفتح علشان بالتأكيد توصل المساعدات. الجهود المصريه على المستوى الانساني يعني مستمره على قدم وساق. ربما كان لنا مداخله مع زميلنا امام معبر رفح الذي يصف لنا المشاهد، وان هذه الشاحنات تنتظر، الاف الشاحنات تنتظر العبور يعني وقتما يتم فتح معبر رفح المصري من الجانب المصري لمرورها لأشقائنا الفلسطينيين. طيب خلينا نتكلم عن خطورة التوقيت، يعني مصر يمكن حذرت سابقا من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، هذه البؤرة التي تحتوي على ألاف النازحين الذين نزحوا إليها، وهي تفتقر لكل معايير الأمن والسلامة وأيضا حتى الخدمات، يعني لا يوجد حتى مستشفيات أو أماكن إيواء. يعني خطوات كثيرة يمكن اتخذتها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية،
وكانت مصر من أوائل الدول التي حذرت من هذا المخطط اجتياح رفح الفلسطينية الذي سوف يؤدي بالتأكيد إلى كارثة إنسانية. يعني هذا الوقوف الذي نراه الآن أمام المنصات العالمية كما ذكرتي والدولية أمام محكمة العدل الدولية، هذه ليست هذه المرة الأولى لمصر لوجودها في هذه المنصة. مصر كانت لها كلمة بارزة وكانت لها صدى كبير في توقيت يعني كان العالم كله يعاني من هذه الحروب وأنها تهدد الأمن القومي أيضا المصري. بالتوازي مع ده يعني الدولة المصرية بتسعى إلى الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأيضا تحافظ على أمنها القومي، هذا التوازن كيف تبعتي؟ هو ده زي ما حضرتك يعني ذكرتي أن الأزمة يعني الأزمة في قطاع غزة يعني لا تؤثر فقط على الداخل الفلسطيني وهي بالطبع بتأثر على كافة دول المنطقة ودول الجوار بشكل خاص وعلى رأسهم مصر، ويعني ان ده فعلا بيمس الامن القومي المصري. ومصر طول الوقت وبقيادتها السياسيه بتؤكد على استعداد مصر لكافه السيناريوهات وعلى الجهد المبذول المصري لتخفيف الاوضاع في قطاع غزه، لان يعني احنا زي ما انا ذكرت ان ده بيمس بشكل مباشر الامن القومي المصري. ولذلك يعني احنا بنلاقي ان جهود مصر على صعيد الحل السياسي بشكل خاص يعني مستمره ومتطوره. مصر طول الوقت تدعم حل الدولتين لتهدئه الاوضاع او يعني لحل الازمه يعني بشكل نهائي. ايضا مصر بتكثف، يعني انا عايزه اشير ايضا ان مصر كان لها دور في قياده الجهود الدوليه المبذوله لوقف الحرب و يعني وقف نزيف الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، ده عن طريق ان هي كثفت الاتصالات مع كافة القادة الإقليميين والدوليين. أيضا زي ما احنا شاهدنا في أكتوبر الماضي عقد مصر مؤتمر السلام، مصر طول الوقت بتحذر أيضا من الاجتياح البري لرفح. أيضا مصر الدور الذي تقوم به مصر فيه على صعيد المفاوضات سواء من خلال ان هي يعني الفتره اللي فاتت او احنا الشهور اللي فاتت توصلت الهدنه، كان اي نعم هي كانت هدنه مؤقته، لكن حاليا مصر بتحاول توصل وهي والمفاوضين الاخرين لهدنه دائمه لوقف اطلاق النار. وبالتالي يعني احنا ممكن نقول ان كافه هذه الجهود يعني بتأتي في إطار أو يعني بتأتي في ظل سعي مصر طول الوقت لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. الأستاذة مريم صلاح الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.